أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار تأتيكم عبر الأقمار الصناعية من لانفال تلفزيون في العاصمة السنغالية دكار. تتابعون فيها: مجلس النواب اللبناني يقر قانون مكافحة الفساد وسط احتجاجات واسعة، وقررت الحكومة الأردنية فتح منشآت تجارية وصناعية بعد أن بدأت برفع الحظر تدريجيا في محافظات المملكة بدءا بالعقبة البوابة البحرية والاقتصادية للبلاد. وسجلت السلطات البريطانية 828 وفاة جديدة جراء كورونا، في ارتفاع حاد لمعدل الوفيات مقارنة باليومين السابقين. تفاصيلها لاحقا بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فيروس كورونا أوقف الحراك الشعبي في لبنان لأكثر من شهر، ولكن لم يمنعه من ابتكار وسائل جديدة للتعبير عن الغضب الاجتماعي. مسيرات للسيارات انطلقت من مختلف المحافظات باتجاه العاصمة بيروت، رفضا لجلسة البرلمان واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. قربت انتهاء التعبئة العامة ونحن متوقعين يزيدوها. نحن نزلنا بهالمسيرة هاي، أنا طلعت بالفكرة وساعدوني سيدتين من سيدات الثورة، لأنه الثورة سيدة، أوكي؟ طلعنا بالفكرة لنفرجها للعالم كله أنه الثورة بلبنان والشعب اللبناني عنده ثورة حضارية، مش مثل ما هن أخذين فكرة عنا. الأزمة في لبنان بدأت 17 من تشرين أول أكتوبر الماضي، بعد أن حاولت السلطة فرض حزمة ضرائب جديدة على المواطنين، ما أدى إلى خروج تظاهرات حاشدة أطاحت بالحكومة وعطلت عمل مجلس النواب وأوقفت نشاط المؤسسات العامة وكشفت حجم الهدر والفساد في إدارات الدولة. مش لأنه في كورونا راح نتخلى عن حقوقنا، وبعد في ثورة وبعد عنا كتير نقوله. الفقير ما معه ياكل، ما معه يجيب خبز عبيته، ما معه يجيب دواء. الدولة عاملة حجر صحي وعاملة معه مصاري، فيه يلتزم بالحجر الصحي، بس الفقير ما فيه يلتزم بالحجر الصحي. ثورة الجياع وصلت وبلشت، يعني من بيوت رح نسحبهم إذا الله روى. البرلمان اللبناني يناقش العديد من الملفات وفي مقدمتها العفو العام، في حين ارتفع صوت الشارع لمحاسبة الفاسدين، مشهد قد يعبر عن التباين بين السلطة والشعب، وهو ما ينذر بمزيد من التشنج في ظل الأداء الحكومي الحالي. وجوري على الوهاب جل تكرما. الحياة تعود تدريجيا إلى محافظة العقبة جنوب المملكة الأردنية. سكانها يتنقلون ضمن ساعات محددة خلال اليوم. قطاعاتها الاقتصادية تستأنف نشاطها وفق شروط صحية محددة وبأقل عدد ممكن من العاملين. العقبة لم يقتحمها كورونا. كافة النشاطات الاقتصادية، صناعية، تجارية، حرفية، خدمية، سياحية، عادت إلى ممارسة أعمالها كما كان في السابق من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء. هناك التزام تام من كافة هذه الفعاليات الاقتصادية بمعايير الصحة والسلام العامة، التزام من كافة المواطنين والمتعاملين ومراجعي كافة الدوائر بأمور السلام العامة. 15 قطاعا تجاريا وصناعيا وخدمي تم إعادة تشغيلها في مجمل الأردن بنسبة عمالة تصل إلى 30%، وذلك حرصا من الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد والخروج من الانكماش الذي عانت منه البلاد خلال الشهر الماضي. كل مدرك أن العالم يواجه مشكلة صحية وكذلك يواجه مشكلة اقتصادية، والأردن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وعليه أن ندرك أن هنالك تحديات كبرى ما بين إدامة الحياة وإدامة صحة المواطن ورعاية المواطن بكل ما يحتاجه من قضايا صحية وقضايا التزامات حياتية لإدامة الحياة، ولا يمكن أن تدام الحياة إلا بإدامة الاقتصاد. وينظر الأردنيون إلى الأيام المقبلة بعين الأمل في أن ينخفض معدل الإصابات ويتلاشى وتعود الحياة كسابق عهدها اجتماعيا واقتصاديا. الأيام الماضية جلبت معها مؤشرات إيجابية على محاصرة الفيروس،
وهو ما يؤشر برأي المتابعين على نجاح خطط المملكة في مكافحة الوباء. قادسية الضمور أرتي، عمان. على حمة المطار وهو أجير. يبدو أن فيروس كورونا أصبح لغزا لدى كثير من البريطانيين، فقد كشف مات وورمان الوزير البريطاني المكلف بالبنية التحتية الرقمية للمملكة المتحدة أن 60 مركزا تابعا لشركة بريتش تيليكوم تعرضت للتحطيم والحرق بسبب اعتقاد الناس أن خدمة جي 5 واستخداماتها الحديثة في بريطانيا هي السبب وراء انتشار الوباء. الحكومة البريطانية وخبراء نفوا وجود أي علاقة لجي 5 بفيروس كورونا. ادعاء البعض أن هذا النظام الهاتفي يساهم في نشر فيروس كورونا هراء خطير جدا، فيما تشير الأخيرة إلى أنها جلبت ما يكفي من هذه المعدات الطبية من دول عديدة مثل ماينمار في آسيا ومن تركيا، حيث يتكفل الجيش البريطاني بنقل أطنان من هذه الأدوات إلى القاعدة العسكرية بريز نورتون في ضواحي أوكسفورد. وصلت 84 طنا من المعدات الوقائية الطبية ومعها 400,000 سترة واقية وكمية معتبرة. سياسيا عاد نواب مجلس العموم البريطاني إلى عملهم، لكن غالبيتهم سيؤدون وظائفهم البرلمانية من بيوتهم لتعذر اجتماعهم في غرفة البرلمان التي لا يمكن فيها تطبيق البعد أو المسافة المسموح بها بين الأشخاص، وبسبب استمرار الحجر الصحي الذي تم تمديده إلى غاية 11 من شهر مايو آيار القادم. وفقا للإحصاءات التي تنشرها وزارة الصحة، فإن بريطانيا تسجل انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات. نزاري كوني عبد ذي العرش والدور، خديما لخير الخلق وهو النزير، يجيرني الكريم من هذا الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير.